يا ألف مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الله يكرمك يا أخي الكريم، ربنا يحفظك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا جئت اليوم الحقيقة أولا إعزازا لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، عندما اتصل فأتيت محبا أن ألبي دعوته. هذا الرجل الذي عرفته من خلال الموظفين والعاملين في القنوات الفضائية كيف يثنون عليه من بين أقرانه حتى، ولكني عندما أتيت وطلب مني أن أنتظر حتى صلاة المغرب لألتقي بكم، فإنني شعرت بعاطفة أخرى، هي عاطفة الحنين. والله يا إخواني أصدقكم الله عز وجل، عاطفة الحنين إلى هذا اللقاء، إلى لقاء المغرب في المسجد في هذه القرية الطيبة الكريمة إن شاء الله. ولقاءات المساجد، وأنا ممن كانوا في لقاءات المساجد يصرون على أن يجلسوا على الأرض، كنت أحب أرض المساجد، لذلك أشعرت بهذا الحنين إلى هذه الأمسية، فأنتم أصحاب فضل فيها ولست أنا، وإنما أنتم أصحاب فضل على قلبي، وأنا أشعر بهذا الحنين وهذا التعلق. وإذا من الله تبارك وتعالى علينا أن التقينا هنا، فاسمحوا لي أن أبث حضراتكم شيئا مما أشعر به الآن. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث كان لا يستطيع أن يكلم اثنين، ما كانش يعرف يكلم اثنين مع بعض، فكان يكلم واحدا، شخص، يظل يشرح ويبرهن ويقيم الدليل، لعل الله يكرم هذا الشخص بأن يسلم. لما اتسعت الدعوة الإسلامية قوي في مكة، كان بالكتير بيت عريس من العرسان يزحزحوا العفش شوية ويقعدوا الركب مخبطت بعض. الصحابة كان يسعهم بيت عريس وعروسة في المدن الجديدة عند خارج حدود مكة، ويجلس الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العدد القليل ده اللي يوصلوا 20-25-30-40، يتكلم إليهم. اليوم عندما يجلس من يقال له داعية ويستمع إليه 1000 ثم 10,000 ثم 100,000 وهكذا، من هو لتسمعه جموع ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع فردا، ومع ذلك انظروا إلى المحنة. الكفرة
مثلا يعملوا فيلم يسيء كما يسمونه يشتمون ويسبون فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسلمون يغضبون، مئات الملايين من المسلمين يغضبون، وبعدين يهدوا شوية، يروحوا الكفرة يرجعوا مرة تانية يغضبوهم مرة تانية، يروحوا منزلين رسوم كاريكاتيرية عشان يغضبوهم تاني، يغضب المسلمين ويرجعوا يهدوا شوية تاني، يروحوا مسكين المصحف ورمينه في دورات المياه عشان يغضبوا المسلمين تالت. عارفين ليه؟ لأن ملايين المسلمين غضبهم لما تحطه على الميزان ما عادش يوزن ربع كيلو، ما عادش يوزن حاجة، يغضبوا. ذكرني ذلك بأول مرة يحكي لي راجل كبير وأنا طفل صغير حدوتة القطة والفار والدهشة التي أصابتني. القطة ما بتاكلش الفار، ما فيش قطة بتاكل فار ولا هي عايزة من الفار حاجة، القطة بس بتتسلى بشكل الفار المذعور فتحب تلعبه. الأمة الإسلامية ما دامت لما تحطها على الميزان ما تسويش حاجة، ما يلعبوناش ليه؟ بيلعبونا، ونحن السبب في هذا مش هم، احنا السبب في كده. ليه؟ هقول لكم 4-5 حاجات في منتهى الوضوح. انتوا زعلانين قوي قوي من العلمانيين والليبراليين، وهم يستاهلوا يتزعل منهم وزيادة، بس ايه رأيك لو قلت لك ان انا نفسي ممكن اساهم في العلمانية 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة؟ ازاي؟ موضوعات الإسلام، أخد شوية موضوعات أفضل أتكلم فيها هي بس، وشوية الموضوعات التانية ما أتكلمش فيها أبدا. إن شاء الله يا رب تجيلي 20 سنة عمري ما هتسمعني بتكلم فيها، فأقوم أنا من حيث لا أدري ربما، أو من حيث أجرمت ربما، علمت المسلمين ان الموضوعات دي هي الدين والموضوعات التانية مش دين وملهاش علاقة بالدين. فلما يطلعوا لهم في التلفزيون يقول لهم انه العلمانية والدين ملوش دعوة بالحياة، تقول صح. طب ما فعلا احنا عمرنا ما بنسمع الكلام ده في الجوامع، كلام دول كلامهم مظبوط. فأصبحت إدارة الحياة لخصوم الإسلام، وأصبح المسلمون ملمومين في جانب زي الفار اللي بتلعبه القطة بتخوفه، وبعدين لما يأمن تبعد عنه عشان يأمن وترجع له تاني بتلعبه. ولذلك اسمعوا هذه الكلمة وإن كانت كلمة موجعة، اقرأوا القرآن، اقرأوا السنة، اقرأوا السيرة زي ما انتم عايزين، مرة واثنين وعشرة. لا يوجد في الإسلام يا إخواني، لا يوجد في الإسلام أبدا دعوة منفصلة عن الحركة، مفيش. الفكرة دي مش موجودة في الدين أساسا، لم توجد إلا في العصور التي ضيعت الإسلام. ولذلك أنتم جميعا تحفظون أنه لما جاءت الهجرة وأصبحت الكلمة لا إيمان لمن لا هجرة له، بقى في إيمان وفي حركة. إيمان من غير حركة يبقى لا إيمان على طول. أهو تحفظون الآية في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا، شهادة لهم، بينادي ناس ربهم سبحانه يقول عنهم إنهم الذين آمنوا،
بس بيقول لهم ان اللي انتم مقصرين فيه هو الحركة المترتبة على الإيمان. يقول: ما لكم إذا قيل لكم تحركوا لم تتحركوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فكرة ان يبقى في إيمان أو دعوة من غير حركة دي فكرة ملهاش وجود أبدا في الدين. واللي يقرأ القرآن أو السيرة أو السنة زي ما قلت لحضراتكم يدور على حاجة فيها الكلام ده مش هيلاقي، مفيش كده. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني، واسمع هذه الكلمة الموجعة أيضا، عرضت عليه إنهم يمكنوه من الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، هو رفض. قالوا له: احنا هنسيبك تتكلم بس بلاش تشتمنا. هي مش شتايم طبعا، بس لا تسفه احلامنا عقولنا، ما تقولش دول ناس تفهيم، ما تقولش ده كلام فارغ، دول ما بيفهموش، ما تقولش كده بس، وقول زي ما انت عايز، قول لا اله الا الله، قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول اللي انت، والاخره بس كل اللي مطلوب منك لا تسفه احلامنا. قال لهم متاسف، قال لهم لا. الله، امال احنا ده احنا ليل ونهار بنقول للناس طبطبوا. هو يطلع في القران بكلمات صادعه، صادعة يعني ايه؟ يعني واضحة حاسمة. يقول مثلا: شوفوا، قل يا ايها الكافرون، مثلا يقول لهم اعملوا على مكانتكم انا عاملون، يعني احنا بنشتغل ضد بعض، وانتظروا انا منتظرون، اللي جاي يا لنا يا علينا. كلام شديد، لكن الكلام الواضح خلى التلاتة أربعة عشرة خمسين يبقى لهم وزن. فمرة تانية قالوا له: طب هقول لك حاجة، بس بلاش تتعرض للآلهة بتاعتنا، يعني قول ربنا حلو، قول ربنا رحمن ورحيم ومالك وقدوس وغني زي ما انت عايز، بس بلاش تقول على هبل واللات والعزة، لا بيضر ولا بينفعوا أصنام وبلاش. قال لهم لا. ليه؟ لأن أنا مش في دكان بقال، أنا مش باخد. أنتوا عارفين أما جت مسألة انتخابات الرئاسة، أنا أصدقكم تماما، أنتوا يمكن ما مش يعني، طبعا ده شيء طبيعي، كلكم ما تعرفوش الثلاث شهور اللي سبقت لما انا اعلنت ان انا اخوض الانتخابات دي عملت فيها ايه. الثلاث شهور دول يعني انت بتحاول ترج جبال عشان يبقى في تجاوب. فكانت النتيجة ان يقول لك واحدة واحدة مش فورا. يا اخوانا الاسلام في متركب فيه يعني من آيات الله إن الإسلام بطبيعته متركب فيه ما يجعل الناس تقبله وتعتز به. أنا ألطفه ليه؟ ده هو لطيف بطبيعة الحال. فلما حصل إن فيه يعني ما مشيناش، قلت لهم طب أنا هجرب، أنا هقول الإسلام الذي أنزله الله، وسترون إنه الناس تريد هذا الحق المبين. أنا أخفض ليه؟ أنا إذا كانت الناس مستعدة تقبل، إذا كانت تحب هذا، إذا كان، إنما أنت تقول الحق وتشرحه. أضرب لك مثل عشان الكلام ما يبقاش صعب. الناس اللي مش متصورة إن في بعد الموت بعث خالص، وقعدوا كده مئات السنين، مئات السنين شايف إن اللي بيموت خلاص مات، تقول لي هيصحى تاني ويبقى في حياة تاني؟ هنهزر. فات سنة، اتنين، مية، ميتين، تلتمية، ربعمية، خمسمية، ستمية، سبعمية، أصنام شغالة. فلما يجي واحد يقول لهم انتوا هتبعثوا بعد ما تموتوا، كان شيء طبيعي ان هم مش يكذبوه، هم الاول يفتكروه ده مجنون، ده مش طبيعي اللي بيقوله. لكنه اسمع كده، قال الحق
وأقام الدليل عليه، شرحه، أقام البرهان عليه. مش قال اسكتوا يا جماعة ما تقولوش الكلام ده لحسن الناس تتخض، لا. صحيح في بعض الأشياء يأتي أوانها فيما بعد وليس الآن، لكن في العقيدة وأنت تؤسس لازم الكلام يكون واضح. عشان كده اوعوا تفتكروا ان العالم كله الوقت بالشكل اللي احنا فيه ده في دعوة إسلامية. انا شفت البلاد الأوروبية والأمريكية والكندية والبرازيلية والبلاد برة، عارف المسلمين اللي بيسافروا من هنا يروحوا برة، وكنا قبل ما نروح لهم منبهرين باللي بنسمعه، يقول لك ده الإسلام سيبدأ من الغرب، دول أقاموا مراكز إسلامية جبارة ومدارس ومعاهد ويوجهون الدعوة إلى المشايخ يذهبون إليهم، كل الأسماء اللي انتوا شفتوهم النهاردة دول يذهبون إلى هناك على طول. فكنا نقول يا ده الدعوة ستبدأ من هناك، أما رحنا هناك وجدنا انه غاية ما في الامر ان واحد كان غلبان فقير هنا سافر بره اشتغل جاله فلوس، ام خد جزء منها وداها الجامع، قاموا بنوا بيها مساجد وبنوا بيها معاهد ومدارس. بس لما ولاده كبروا شوية بقى سنهم 6-7 سنين بقوا بيتكلموا زي الفرنسويين ولا الانجليز ولا الامريكان زي البلاد اللي هم فيها، فبقى البني آدم اللي بيدفع فلوس ويبني مساجد ده كل اللي بيعمله انه بيحاول يدافع عن ولاده، انه بس يا رب يعرفوا ينطقوا عربي ولا يقروا قرآن ولا يصلوا احسن يكفروا. فأصبحت الدعوة الإسلامية انه بيدافع عن ابنه اللي ربنا ادهوله بواقعة الميلاد مسلم. يعني انت دلوقتي اللي ما عندوش اللي ابنه اللي يعني الأبناء اللي لسه ما جوش لما هيتولدوا هيتولدوا مسلمين، الأب مسلم والأم مسلمة وفي جوامع ومشايخ ومساجد مسلمين. هو وداه في مكان بقى الإيمان بيتنازع عنده، فبيصرف فلوس عشان يحتفظ بيه بس ولو نص مسلم. ولذلك والله يا إخواني في بلد زي أمريكا دي، ودي قارة كبيرة، يعني تركب طيارة 5 أو 6 ساعات وانت في أمريكا، احنا هنا تركب طيارة 4 ساعات ولا حاجة توصل للندن في إنجلترا ولا حاجة، وتروح السعودية في 2 ساعة ولا البحرين في 2 ساعة ولا قطر في 2 ساعة، هناك تطير 6 ساعات وانت لسه على الأرض الأمريكية. لف بقى أمريكا من أولها لآخرها، اسمع بقى كده، دور على مسلم واحد بس من الجيل الثالث، يعني مش اللي أبوه هاجر أمريكا، اللي جده هاجر أمريكا ما تلاقيش. الله ليه؟ إزاي؟ راحوا فين؟ يقول لك ما هو أصل الجد لما جه هاجر هنا لقى أولاده ضعفة، تعب قوي لحد ما لصمهم يبقوا مسلمين، ولما مات الجد الأب والأم اتجوزوا وخلفوا بس كانوا ضعفة بحيث ما عرفوش هم يحافظوا على ولادهم، فالأحفاد راحوا فين؟ يقول لك بقوا كفرة خلاص، بقوا زي الأمريكان عاديين. الله، معنى ذلك أننا نبدأ مسلمين وننتهي وقد أسلمنا أبناءنا إلى الكفر. هذا الواقع اللي موجود في بلاد العالم. قل لي بقى كده أين هو المكان الذي فيه دعوة إسلامية تكسب أرضا للإسلام؟ موجود، بس دعوات واهنة وهي التي تضرب. عشان كده نحن الآن ننادي في أنفسنا ونقول هو ده الوقت اللي لو أردنا أن احنا نؤسس دعوة حقيقية تقطع الأرض، الدعوة التي تشعر أنها بالفعل خطر. وأنا زي ما كنت النهاردة بتكلم كنت بقول أن الدعوة دي مش موجودة وإحنا هنطورها، دي مش موجودة خالص. الموجود دلوقتي أن إحنا بيجي لنا ناس الجوامع فنتكلم معاهم
يجي لنا ناس يحولوا التلفزيون على المحطة الدينية فيسمعوا كلامنا، إنما دعوة الرسول هو اللي كان بيروح الأسواق، هو اللي كان بيروح النوادي، هو اللي كان يتعرض للقبائل في السوق وفي التجارة، لأنه يريد أن يبلغ بهذه الدعوة. إحنا يا إخواني اليوم صدقوني إحنا ما بنعملش حاجة، إحنا بالشكل اللي إحنا فيه لابد أن نشعر أننا نتحرك للأمام، وأننا ننادي بنداء الله عز وجل. إذا ما عملناش كده هتفاجئ. أنا عايز أقول لكم حاجة، هو أنا كنت أتصور السنة اللي فاتت زي الوقت إن إسرائيل اللي ترعشت وترعبت وركبها خبطت أول ما الثورة المصرية دي قامت 25 يناير، لدرجة إنها بسرعة جريت عملت المصالحة بين فتحي وحماس وبدأت تفك الحصار شوية عن غزة. واللي يعرف يجيب الجرايد إن شاء الله من على النت ولا ورقيا بتاعت ما بعد سقوط حسني مبارك مباشرة يلاقي الكلام ده. إسرائيل اللي كانت مرعوشة ومرعوبة وركبها بتخبط في الوقت ده، إسرائيل دلوقتي بالأسبوع اللي فات تدخل المسجد الأقصى بالعساكر وتبص كده إيه ده، ما غضبوش كفاية، تروح داخل الأسبوع اللي بعده ما تنرفزوش ولا حاجة، تروح داخل تاني قاعدة تنرفز فينا شعرة إنه الأنظمة حتى الموجودة ما عادش في حد عنده فائض يغضب للمسجد الأقصى. الأمة التي تموت لابد لها من إحياء، من إحياء، تصحى بقى تحيا، ما ينفعش يفضلوا موتى. وعلى فكرة بقى، فكرة إن الناس تشتغل في التجارة الطويلة، يعني يزرعوا ويسمنوا العجول ويرتضوا الحياة الدنيا. انتوا يا إخواني عندكم في القرآن تعبيرات تخص الدنيا غريبة جدا، والله العظيم غريبة. ايه ده؟ القرآن يندد. طب انا افهم ان القرآن يندد بالذين مثلا فضلوا الحياة الدنيا، انما تلاقي القرآن يقول رضوا بالحياة الدنيا. مجرد الرضا بالدنيا جريمة. واطمأنوا بها، مجرد الاطمئنان الى الدنيا جريمة. الله، ايه المطلوب؟ المطلوب أن يكون الإنسان مع عقيدته ومع رسالته. والله أنا هقول لكم مقارنة في منتهى البساطة وكلكم حافظينها، بس يمكن ما بيجيش في ذهننا نعقد المقارنة دي، ولما تشوفها تحس لا ده احنا بعيد قوي. المسلمين في مكة ما كانش فيه شريعة إسلامية مطبقة، ومفيش حكم إسلامي، ومفيش دولة إسلامية، وفي خمرة، وفي زنا، وفي أصنام، وفي كفر، وفي كل حاجة. والصحابة مسلمين، أبو بكر مسلم، عثمان مسلم، عمر مسلم، علي مسلم، مسلمين. لكن لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا إيمان لمن لا هجرة له، يبقى لازم يهاجروا. والله أنا وإنتوا نفهم الكلام ده طبيعي منطقي، ما هو لازم يا أخوانا. إنتوا صحيح بقالكوا 13 سنة مسلمين في مكة، بس في خمرة وزنا وربا وأصنام والإسلام عايز يقوم، صح ولا لأ؟ طبيعي. يعني هو قاعد مسلم في مكة بس الإسلام ما قامش، فبيقول له هاجر عشان تقيم الإسلام. أيها الإخوة، فطبيعي إنه يضر بدنياه من أجل إقامة الإسلام. إنما تعالى هقول لك حاجة بقى،
كلمهم انهم يضروا بدنياهم مع ان الاسلام خلاص استكفى زي ما بيقولوا، اللي هي الآية المشهورة اللي انتوا كلكم عارفينها، اللي هي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كانت القصة ان الأنصار من ساعة ما أسلموا وهم في ميدان المعركة كل 40-50 يوم غزوة، معركة حربية، لما تقسم عدد الغزوات على الوقت يطلع ان كل 50 يوم او اقل غزوة. فالأنصار بصراحة معلش يعني تهد حيلهم، اتبهدلوا، ثرواتهم ضاعت، ويا عيني يا ولداه حتى اللي كان فاضل عندهم كانوا بيدوه للفقراء المهاجرين، يبعتوه لأهل الصفة في دار الإيواء اللي ورا المسجد. الفلوس اللي عندهم خلصوها وما اشتغلوش عشان يعملوا جديد، وولادهم ما شافوهمش بقالهم مدة. ابني كان سنه 4 سنين ولا 5 سنين، بقى سنه 15 سنة ومش أنا اللي ربيته، لأني كل شوية في غزوة. وانتوا عارفين ان لما بيجي الشيخ هنا يكلمكم بيقول لكم فلان شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها. طب وولادك يا عم الحاج عامل فيهم ايه؟ يقول ربنا خليفتي فيهم الله، خلاص اعمل ايه؟ فيبقى الولد زي ما بقول لك كده كان سنه 6-7 سنين ولا حاجه، وابوه قعد 10 سنين يجاهد، الولد بقى شاب ومراهقه، والاب ما يعرفش ابنه من كتر ما انا مش عايز ادي سن اكبر، لان سن اكبر كان الابن بنفسه بيطلع في الجهاد بقى بعد كده، بعد 15 سنه دي 15 هجريه. فلما الإسلام استقر ودخل الناس في دين الله أفواجا، لا 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 مش دخل أفواجا، ده الآية قالت له اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، خلاص مبروك، الكفر يئسوا مش هيعرفوا يصيبوا الدين بشيء. فالصحابة الأنصار قالوا طب نشوف بقى حالنا اللي ضاع، ولادنا اللي ضاعت، نشوف أموالنا اللي ضاعت، وانتوا حافظين القصة. فنزل قول الله تعالى بيقول لهم اوعوا تعملوا كده، اوعوا تلقوا بأيدي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة انك تترك أمر الدين حتى والدين يائس الذين كفروا. عشان كده الناس دول فضلت حياتهم مرتبطة، ها اسمع بقى الكلمة دي جوهر الكلام كله، مرتبطة برسالتهم، بعقيدتهم، يسافر عشان العقيدة ويرجع عشان العقيدة، ينام علشان العقيدة ويصحى عشان العقيدة، بيشتغل ومش في اللي يحبه وإنما فيما تستلزمه هذه العقيدة، فيما تستلزمه هذه العقيدة. عشان كده يا إخواني كان الدين عندهم يقطع أشواطا للأمام، أشواط لقدام، لأنهم عايزين الدين. إنما النهاردة أنت أحسن واحد فينا مين؟ أحسن واحد فينا عايش حياته بس متدين، ده اللي موجود. وزي ما كنت بحكي لكم على أوروبا وأمريكا، تروح هناك بلاد أوروبا وبلاد أمريكا تلاقي المسلمين اللي هناك، امال يا فندم سيادتك جاي ليه؟ جاي اخد دكتوراه. وحضرتك جاي ليه؟ جاي اشتغل. وحضرتك جاي ليه؟ اصلي مطارد في بلدي وجاي هربان. طب وسيادتك جاي ليه؟ علشان كذا كذا كذا، كلها اسباب دنيويه. انما الصح، ولذلك اسمعوا يا اخواننا، المسلمين زمان أيام ما كانوا مسلمين بصحيح بيتحركوا للدين وللعقيدة فعلا، وعارف ان ده شغلته اللي بتؤرقه وما يعرفش ينام ويقوم من غيرها، سافروا إلى إفريقيا وسافروا إلى آسيا. لما المسلمين دخلوا إلى آسيا حصل إيه؟ أسلمت آسيا، مش كده ولا لأ؟ باكستان دي وأفغانستان وإندونيسيا أسلمت. سافروا إلى إفريقيا أسلمت إفريقيا.
دخلوا أوروبا من شرقها فأسلم الشرق الأوروبي كله ومن ضمنها تركيا وألبانيا وغيره. دخلوا أوروبا من غربها فأسلم الغرب الأوروبي، ما شاء الله، كل ما يدخلوا مكان يسلم ويستقر فيه الإسلام. والغاية دلوقتي سيبك من الأندلس لها وضع، إنما في كل البلاد التي دخلها المسلمون هي على إسلامها مسلمين. وراحوا الاتحاد السوفيتي أسلمت أوزبكستان ومش عارف إيه كستان والكلام اللي بتسمعوه ده كله وكازاخستان وغيره. اسمع بقى المفاجأة، وجاء عصرنا نحن، جاء عصركم أنتم يا إخواني، ودخل المسلمون إلى أوروبا فاهتز إيمان المسلمين، ودخل الإسلام إلى أمريكا، المسلمين راحوا أمريكا وفرحانين قوي إن لقوا عملة من زمان تدل على إن المسلمين أول من ذهب إلى أمريكا، فاهتز إيمان المسلمين. الله، يبقى المسلمين زمان كان يمشي على وجه الأرض فيسلم الناس، واليوم نمشي على وجه الأرض فيهتز إيماننا. النهاردة بصراحة حتى في معركة الدستور اللي انتوا بتسمعوها ليل ونهار، كأننا لا نرى أنفسنا إلا في مرايا، المراية يعني، في مرايا عدونا، في عيونهم، طول ما هم راضين عنا وإحنا شايفين إن إحنا معتدلين وحلوين ولطاف نبقى إحنا كويسين، وخايفين من أكتر من كده، مع أن الحق، هذا متى نعلن الحق يعني؟ صحيح بكل تلطف، بكل برهان، بكل بسمات، بكل شيء، بالكنية، بالتكريم، بأي حاجة، إنما نعلن الحق المبين. عشان كده أنتم مكلفين بهذا. أنت فاكر إن أنت مستني المشايخ؟ انت فاكر اننا، انت نفسك الله تعالى ربطك بهذا الحق. كل امرئ بما كسب رهين وكل نفس بما كسبت رهينة. عشان كده يا اخواني ما تتركوش المجتمع حواليكوا تنهشه دعوات الكفر والفجور. لا، المسألة بسيطة جدا وفي منتهى البساطة اللي في الدنيا، ومش عايزين حاجة شديدة، والشديد مش عايزينه. عشان كده إعلان الشريعة، مش شريعة، إعلان الشريعة عقيدة، ده معنى مهم جدا. إعلان الشريعة ما هو الشريعة؟ إعلان الشريعة اعتقاد، عقيدة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذا الكلام أي شيء منسوب إلى المتشددين مش عايزينه، الحاجة اللي جاية من عندنا مش عايزين، متنازلين عنها مقدما. إنما أنتوا قولوا أيها الإخوة، أنا عندي نقاط ضيعت الدعوة الإسلامية. النقاط دي كل ما بنقطع وقت للأمام، يا مرحبا، عفوا عفوا، أهلا مرحبا. النقاط دي يا إخواني ضيعت وقت كتير جدا، وأنا الحقيقة حريص إن أنا أقولها علشان تعرفوا إحنا فين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث، ده ابن رئيس البلد، ابن عبد المطلب، مش حاجة بسيطة، وكمان محبب جدا إلى الناس، بيحبوه جدا، وإنسان أخلاق الناس تتمنى تقرب منه، بس يعني عنده فرصة ما يزعلش حد، ده ما يقولش، ده ما يزعلش حد،
ده الناس بيقولوا شعر بيغنوا شعر في حبه، مفيش بعد كده، وبيحكم بين الناس لدرجة ان حكمه في قصة الحجر الاسود مشهورة وانتوا عارفينها كلكم. لما اصبح رسول، الحقيقة انت تفاجأ بوضوح المعاني اللي هو ذكرها، واكتر من كده بقى انه ما اشتغلش ابدا بالعمل الخيري ابدا، فضل يشتغل للاسلام، للعقيده، لتحويل الناس. فيطلع واحد يقول لي لا ازاي، هو مش هو شاف حلف الفضول وقال ده انا لو دعيت الى حلف الفضول في الاسلام لاجبت؟ هي القصه ايه؟ ان مكه دي بلد كانت بتاعه تجاره، بيجي لها تجار، فأهل مكة الظاهر كانوا يمسكوا واحد يضربوه ياخدوا فلوسه يسرقوا مش عارف ايه، بقيت الدين ما يدفعوهوش، يتهربوا منه أي حاجة. فالكلام كان ماشي عادي، اللي يسرق يسرق، إنما لقوا إن السمعة التجارية لمكة هتضيع، فقعدوا قالوا لا نتفق بقى محدش يظلم لحسن، ده احنا كده الناس هيبطلوا يقولنا. فعملوا حلف الفضول ده إنه نقف مع المظلوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أنا شفت الحلف ده ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. أنا أقول لك إيه بقى؟ أنا أقول لك إيه اللي لو دعيت به في الإسلام لأجبت؟ طب ما تدعو أنت إلى حلف الفضول، اعمل عمل كده اجتماعي وتدعو إلى مؤسسة لإنقاذ المظلوم. يقول لك لا، أنا أعمل لعقيدتي ورسالتي لأقطع لها شوطا، إنما العمل الاجتماعي ده إذا دعيت إليه أروح، إنما لست أنا من يدير عملا آخر غير عمل عقيدتي ورسالتي وديني. عشان كده كان بيقطع شوطه بيكسب لقدام، إنما مش كل حاجة فرصة بقى هنكسب من خلالها. مدعوين النهاردة بنشوف شغل مثلا كفالة يتامى، يقعد يكفل اليتيم يكفل اليتيم يكفل اليتيم، مشكور جزاه الله خيرا، وبعدين اليتيم يكبر لا بيصلي ولا بيصوم ولا، ويمكن ما بيدخن، ويمكن بيروح يعاكس بنات على الكوبري، ويمكن ويمكن. هي دي الدعوة؟ لا سلف لها في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. الحاجة الثانية يا أخوانا يا مسلمين، بلال بيتعذب اهو، بلال وبيقول احد احد والصخرة، وبعدين معرفش يقول احد احد كمان ورافع صباعه بالعافية. طيب مين اللي انقذ بلال؟ ابو بكر راح اشتراه واعتقه. الله، مفيش منظمة اسلامية تجمع من ده دينار ومن ده اتنين ومن ده خمسة ومن ده درهم ومن ده غيره ويعملوا اعتاق المسلمين المظلومين. حاجة غريبة جدا، مع انه في اغنياء ممكن، انما هذا يفعله الفرد المسلم قربة الى ربه عز وجل، زي ما بيصلي وبيصوم قربة، انما العمل الاسلامي في مرحلة التأسيس هو نصرة الرسالة والوصول بها. اما تقوم الدولة، الدولة هي تؤدي هذه الاعمال، انما انا النهاردة اخذ الافراد واقعد احط له ثقوب خروم في الجوانب تنفس، وفي الاخر تلاقي ما فيش دعوة لا تصل الى شيء. كان في زمان واحد، حكيت انا القصة دي من 30 سنة في مسجد عقبة في الدقي، رجل كان من الاتراك وكانت له دعوة رائعة، وكانت دعوته يعني يتكلم نارا على أعداء الإسلام، وكان يحول، قاوموه ولم يستطيعوا، فذهبوا إليه بحيلة في منتهى البساطة. يا أستاذ فلان ما شاء الله عليك، احنا آمنا باللي انت بتقوله وقررنا ان انت تتولى اللي انت عايزه في البلد، خد 1,000,000 جنيه دول اعمل بيهم ايه؟ لليتامى، دي ميزانية اليتامى، 1,000,000 جنيه لبناء المقابر، 1,000,000 جنيه لكذا، 1,000,000 جنيه. عمل مشروعات عظيمة جدا،
ولسه فاضل عنده شوية من الفلوس، يعني ادوله 10 مليون، صرف 8 مليون مشروعاته، فاضل 2 مليون، لسه بيفكر يعمل ايه بالاتنين مليون، لقاهم بعتين له 4 تاني 6 تاني، والراجل العظيم والعالم يديله جوائز لانه ادخل. وظل هكذا 30 سنة، ثم مرض ودخل المستشفى وكتب هذه الوصية، يقول: أنا أكتب إليكم وصيتي وأنا أرتج وأتزلزل الآن من البكاء، لأننا عندما بدأت كنت على الحق أدعو إليه، فظلوا يمكنون لي في مجالات غير مجال الحق اللي المفروض أمشي فيه، وظننته يخدم ديني، فاستوعب 30 سنة من عمري وأنا الآن على فراش الموت وليس بيدي إني أرجع مرة ثانية. فوصيتي للمسلمين من بعدي: اوعوا يا مسلمين يغروكوا بأنكم تؤدوا أعمال اجتماعية لتتركوا عمل الرسالة ورفع الراية. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لما راحوا له قالوا له: هنخليك أنت الملك، قال لهم: لا. طب ده احنا ما كناش عارفين نوصل الدكتور محمد مرسي يبقى رئيس الجمهورية، وكنا خايفين يجيبوا شفيق، هم كانوا هيخلوا الرسول ملك ونخلص. قال لهم: لا. طب هنخليك اغنى واحد، لا. امال عايزين، عايز ايه؟ كان يقدر يقول لهم: طب ابقى الملك وانا هعدل بقى واشوف. لا، انا عايز المنهج نفسه يسير يمشي، دي عقيدة، دي مش لعبة، ده مش شيء احنا بنتصرف فيه، احنا مستخلفين عليه يا اخواني، احنا مستخلفين عليه. عشان كده يا اخواني احنا الان، وان كان ده بره الموضوع، بس احنا بنبدأ حركة غير عادية. احنا من يوم 4 رمضان احنا بننامش، اخوانكم في القاهرة ربنا يجزيهم خير ومن يقتل من المحافظات ما بننامش، لانه اذا افلتت فرصة التأسيس الان، سترتد الامور لا قدر الله. واحنا عايزين معاذ الله خايفين من حاجتين، خايفين ان احنا نرجع تاني نفقد الطريق، نبقى مش عارفين هو المسير ازاي، وخايفين ان احنا نرتد الى ما كنا فيه من قبل. فقد الطريق والارتداد ده اللي احنا خايفين منه. وعايز اقول لكم بصراحة كده، مش زمان كان في امن دولة والجوامع مقفولة وما فيش ولا اعتكاف ولا صلاة ولا معسكرات ولا 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 ولا. طب دلوقتي المساجد موجودة، فين انوار المساجد في السحر، وفين اصوات القائمين، فين الاعتكافات، فين النساء اللي بتحط ملاية وتعتكف، وفين الشباب، وفين فين الحركة الإيمانية؟ لو كنا صادقين دي فرصة أن نسرع إلى المساجد، ونسرع إلى المقاهي، ونسرع إلى النواصي. الشاب اللي على الناصية ده، إحنا لما بدأنا في انتخابات الرئاسة اللي كان بيتكلم عنها دكتور حازم، الآن فعلا أنواع من تجاوبوا مع هذه الفكرة تقول لك أن إحنا مقصرين في حق مين؟ يعني فعلا، يعني كنا نرى مدمن المخدرات، كنا نرى كذا كذا، لأنه واحد هو بيقول لك أنا بعمل حرام ربنا يتوب عليا. عشان كده أيها الإخوة، نحن الآن ندعو إلى العقيدة بمعنى الانحياز لربنا، اللي ربنا يقوله: يا فلان خليك مع ربنا على طول، اوعى تسيبه. أكتر من كده بقى اللي هو الدعوة للالتزام، وإنه يصلي ويصوم. يا رب، يا رب المتبرجة تتحجب، ويا رب اللي تارك الصلاة يصلي. إنما لو ما بيعملوش كده مش هنخليه يفلت من العقيدة كلها، لأن إحنا كل طول عمرنا بنشتغل على الملتزمين أو اللي عايزينهم يلتزموا. لو ما استجابوش للالتزام يبقوا مش تبعنا. مين بقى اللي بيلعب عليهم بره؟ اللي بيبعدهم أكتر. والمثل اللي ضربته لكم النهاردة الظهر هكرره: لو انت قدام موظف في بنك ربوي، زمان كان يقولك انا والله ربنا يتوب علينا من الربا اللي احنا فيه ده، فهو بيعمل ربا بس عارف. دلوقتي فلسفوها له بقى، وقعدوها له، وطلعوها له بطريقة تانية، فبقى هو يجادلك: ده مش ربا ولا حاجة، ايه يعني،
ده مش ربا، والشيخ سيد طنطاوي قال مش ربا، والشيخ معرفش مين قال مش ربا، وربا ليه؟ طب اقنعني. يا ابني يا حبيبي انت مالك؟ انت الاول احفظ قرآن وسنة واعرف اصول الفقه ازاي بتستدل من شيء على شيء عشان تعرف اناقشك، ده انت لسه الابجديات مش عارفها. فتحول من كان يا اخواني، تحول من كان يعصي بالامس الى انه الان مش متألم من المعصية. مين السبب؟ انتوا، انا، احنا اللي سبناهم لما لقيناهم مش راضين يجوا معانا الجامع، سبناهم علشان الناس تلعب في عقولهم. ده وقت ان احنا نرجع نكلم الناس انه سيبك مني، خليك مع ربنا اللي انت، بس قول له يا رب انا تبعك يا رب، وده عهد بينك وبين ربنا لوحدك، انا مش عايز منك حاجة، يا ريت تصلي، يا ريت تصوم، يا ريت، انما العهد ايها الاخوة أمانة الله عليكم. هذه الرسالة اليوم إذا لم تجد من بينه وبين نفسه، وأنا واحد بدأت في سن